السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ النهاردة مع بعض مادة التربية الدينية الإسلامية للصف الأول الابتدائي. أول حاجة من موضوعاتنا النهاردة سير وشخصيات. الدرس الأول بناء الكعبة. بص كده معايا سنة أولى، الصورة اللي قدامك دي صورة الكعبة. طبعا صورة الكعبة دي صورة من قديمة، من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم أبا الأنبياء عليه السلام ببناء بيت الله الحرام الكعبة في مكة المكرمة. ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة، وسيدنا إبراهيم كان لقبه أبا الأنبياء أو خليل الله. يبقى سيدنا إبراهيم كان لقبه إيه؟ أبا الأنبياء أو خليل الله. برافو عليك. طيب أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم ببناء الإيه؟ ببناء الكعبة. ببناء الكعبة. طيب الكعبة دي اللي احنا بنقول عليها اللي هي بيت الله الإيه؟ بيت الله الحرام. برافو عليك. طيب تفتكري احنا اتفقنا أو قلنا في الدرس إن احنا الكعبة دي اتبنت فين؟ في مكة. في مكة المكرمة. في مكة المكرمة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر خليله إبراهيم أو أبا الأنبياء سيدنا إبراهيم ببناء الكعبة في مكة المكرمة. في مكة الإيه؟ في مكة المكرمة. في مكة المكرمة. برافو عليكم. طيب تعالوا نشوف الصورة اللي بعديها، برضو دي صورة الكعبة. طيب إيه اللي حصل بقى لما ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم ببناء الكعبة؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أطاع ربنا سبحانه وتعالى، وكمان ساعده في بناء الكعبة ابنه إسماعيل. فأطاع ربه وساعده ابنه إسماعيل عليه السلام من زوجته السيدة هاجر المصرية. يبقى سيدنا إبراهيم طلب المساعدة من ابنه في بناء الكعبة، وكمان ابنه إسماعيل ده اللي هي كان من زوجته مين؟ السيدة هاجر المصرية. كان من السيدة هاجر الايه؟ المصرية. طيب بيقول لي أطاع ربه في بناء الكعبة، وإيه كمان؟ وساعده ابنه إسماعيل. طيب يعني كده اللي حصل ما بين الأب وابنه في تعاون، حصل ما بين الأب والإيه؟ والابن كمان، في رفع قواعد الكعبة. كمان في طاعة من الابن لأبوه لأنه ساعده وأطاعه. برافو عليكي شطورة. يبقى أول حاجة سيدنا إبراهيم أطاع ربه، وكمان الابن أطاع إيه؟ أطاع والده. برافو عليك. وهما الاثنين ساعدوا بعض في بناء روافع الإيه؟ أو قواعد، رفع قواعد الإيه؟ بيت الله الإيه؟ الحرام. طيب إيه اللي كان بيحصل بقى؟ بيقول لي كان إسماعيل يأتي بالحجارة. يبقى إسماعيل اللي هو الولد الابن كان بيأتي بالإيه؟ بالحجارة. ويقوم إبراهيم بالبناء. يبقى سيدنا إبراهيم هو اللي كان بيقوم بالإيه؟ سيدنا إسماعيل كان يأتي بالحجارة، وأبوه إبراهيم كان يقوم بالبناء. برافو عليك. وكان يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كانوا بيقولوا إيه بقى الدعاء اللي هما بيقولوه هما بيبنوا الكعبة؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يلا نقولها تاني مع بعض. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى ده الدعاء اللي كان بيدعيه سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عند بناء الإيه؟ عند بناء الكعبة. شطورة، برافو عليكي. طيب نشوف كده الصورة اللي بعديها. بيقول لي استمر إبراهيم وابنه إسماعيل عليه السلام في بناء الكعبة، حتى وصل إبراهيم عليه السلام لأعلى ما يستطيع. زي كده سنة أولى لما يكون بنبني بيت مثلا، وإيه أفضل أبني في البيت لغاية لما أوصل لأعلى حاجة أنا ممكن أوصل لها. طيب بعد كده لو عايزة أعلي البيت ده أكتر من كده، إيه اللي هيحصل؟ هبقى محتاجة حاجة ترفعني، صح ولا مش صح؟ صح. ده اللي حصل مع سيدنا إبراهيم. إيه اللي حصل بقى؟ وصل سيدنا إبراهيم لأعلى ما يستطيع، وطلب من ابنه إسماعيل أن يحضر له حجرا يضع تحت قدميه ليتمكن من رفع الجدار وإتمام بناء الكعبة. فأحضر إسماعيل حجرا وقدمه لوالده، ووقف عليه إبراهيم وأخذ يبني البيت، وإسماعيل يناوله الحجارة إلى أن أتم بناء الكعبة. طيب تفتكروا
سيدنا ابراهيم كان واقف على الحجر صح كده سنه اولى؟ أيوة. لغايه لما اتم بناء الايه؟ بناء الكعبه. ايه اللي تفتكروا ايه اللي حصل كده في الحجر؟ بص كده الصوره اللي قدامك دي موجود فيها ايه؟ اثار اقدام يا ميس. برافو عليك. وتركت قدم ابراهيم عليه السلام اثرا في الحجر الذي كان يقف عليه، وهو الذي يسمى الان مقام ابراهيم. مقام ايه؟ مقام ابراهيم. موجود في الكعبه يا سنه اولى معالم من المعالم اللي موجوده في الكعبه، حجر اسمه الحجر الاسود، والحجر ده متروك عليه اثر قدم سيدنا ابراهيم، والحجر ده بيسمى مقام ابراهيم. الحجر ده بيسمى مقام ايه؟ مقام ابراهيم. واحنا عشان نحافظ على الحجر ده يا سنه اولى طبعا عاملين عليه اسوار ومحافظين عليه، لان ده طبعا معلم من معالم الايه؟ من معالم الكعبه. طب تعالوا نبص كده على الصورة اللي موجودة قدامنا هنا. بصوا كده أول حاجة دي صورة الكعبة. ها بص كده معانا دي صورة الكعبة اللي هي الحالية بقى دلوقتي اللي هي موجودة في مكة المكرمة واللي احنا بنحج إليها في شهر إيه بقى؟ بنحج إليها في شهر إيه؟ شهر ذي الحجة يا ميس. برافو عليكم، بنحج إليها في شهر ذي الحجة. طيب تعالوا نشوف، شايفين الصحن الأبيض ده؟ ها شايفين الصحن الأبيض ده؟ الصحن الأبيض ده اسمه حجر إسماعيل. اسمه إيه؟ حجر إسماعيل. برافو عليكم. طب شايفين الجزء اللي لونه ذهبي ده؟ أيوة. اللي احنا مغطيينه ده كده وحامظين عليه. أيوة. ده اسمه مقام ابراهيم. اسمه مقام ايه؟ مقام ابراهيم. برافو عليكم. يبقى تعالوا نرجع مع بعض تاني. اول حاجه الصوره اللي موجوده قدامك فوق دي صوره الايه؟ الكعبه. صوره الكعبه المشرفه، والكعبه احنا قلنا اتبنت فين؟ في مكه. في مكه المكرمه. وقلنا مين اللي بنى الكعبه؟ سيدنا ابراهيم وساعده ابنه اسماعيل. برافو عليكي شطوره. طيب وقلنا الصحن الابيض ده اسمه ايه؟ حجر اسماعيل. اسمه حجر اسماعيل. وقلنا اللون الذهبي ده اللي موجود هناك ده اسمه ايه؟ مقام ابراهيم. مقام ابراهيم. طيب ربنا سبحانه وتعالى امر ابراهيم عليه السلام ان يدعو الناس للحج الى بيت الله الحرام. يبقى بعد اتمام بناء الكعبه ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا ابراهيم خليل الله او ابا الانبياء ان يدعو الناس لحج إيه؟ للحج الى البيت الايه؟ البيت الحرام. البيت الحرام. طيب بص كده معايا سنه اولى، وهكذا اصبح المسلمون يقصدون الكعبه للحج. يعني ايه يقصدون الكعبه؟ يعني بياتون الى الكعبه من كل ايه؟ من كل مكان، ويتوجهون اليها في صلاتهم، لان الصلاه القبله اتجاه القبله ناحيه الايه؟ ناحيه الكعبه. ناحيه الكعبه. شاطرين، برافو عليكم. واتفقنا ان الحج قلنا بيبقى في شهر ايه؟ ذي الحجه. بيبقى في شهر ذي الحجه. شاطرين، برافو عليكم. ونبص للشريحه اللي جايه بعد كده. بيقول لي سل معالم الكعبه باماكنها الصحيحه في الصوره وسميها. طيب اول معلم من المعالم الكعبه اللي موجود عندنا اسمه ايه؟ مقام ابراهيم عليه السلام. شطوره، برافو عليكي. طيب المعلم الثاني اسمه ايه؟ الحجر. الحجر اللي هو حجر مين؟ حجر اسماعيل، سيدنا اسماعيل. ها والصوره اللي بعد كده صوره الايه؟ الكعبه المشرفه. برافو عليكي، صوره الكعبه المشرفه. تعالوا نشوف الصوره اللي بعد كده. ايه ده جايب لي صوره مجمعه فيها كل المعالم اللي موجوده في الكعبه اللي هي موجوده فين؟ في مكه، في مكة المكرمه. وبيقول لي هو رأس السؤال كان بيقول لي ايه؟ صل، عايزني اوصل. طيب لو انت شطوره تقولي لي مقام ابراهيم فين مكانه في الصوره؟ مقام ابراهيم ده يميس اللي لونه ذهبي. برافو عليك. يبقى احنا كده هنوصل ايه مقام ابراهيم بمكانه فين؟ في الصورة الكبيرة. في الصورة الكبيرة. شطورة، برافو عليكي. طيب تاني صورة عندي اللي هي حجر اسماعيل، ها مكانها فين؟ ايوه المكان الابيض الفاضي يعني. برافو، اللي هو الصحن الابيض اللي موجود ده اسمه حجر ايه؟ اسماعيل. طيب الصوره اللي بعديها، عايزني اوصل المشرفه. فين الكعبه؟ مكانها تحت. برافو عليكم، بمكان الايه؟ بمكان الكعبه. كده كلنا بقينا عارفين معالم الكعبه. أيوة. في حد هيتلخبط في حاجه فيها؟ طيب يلا نشوف الشريحه اللي بعد كده بتقول ايه. اول حاجه بيقول لي اكمل رقم واحد، ولازم نفكر كويس جدا واحنا بنقول اكمل وبنحل السؤال. بيقول لي خليل الله هو نقط، فكر كويس كده معايا. خليل الله هو مين؟ سيدنا ابراهيم. خليل الله هو مين؟ سيدنا ابراهيم. برافو عليكي يا حبيبتي. طب رقم اتنين بيقول لي لقب سيدنا ابراهيم، لو انت شطوره تقولي لي لقب، وزميلتك التانية هتقولي لقب التاني. ها ميس خليل الله. برافو عليكي. خليل الله او ايه؟ ابو الانبياء. ابا الانبياء. خليل الله او ايه؟ ابا الانبياء. شاطرين، برافو عليكم. طب السؤال رقم ثلاثة بيقول لي توجد الكعبة في مكة المكرمة. توجد الكعبة في مكة المكرمة. برافو عليكم يا سنة أولى. طيب بيقول لي رقم أربعة،
أمر الله سيدنا إبراهيم ببناء الكعبة. ببناء الإيه؟ الكعبة. الكعبة رقم 5 بيقول لي دعاء بناء الكعبة هو دعاء بناء الكعبة. ربنا يتقبل منا إنك أنت السميع العليم. شطورة برافو عليكي. قولي تاني الدعاء تاني مرة تانية. ها ربنا يتقبل منا إنك أنت السميع العليم. طيب تعالي نشوف الشريحة اللي بعد كده بتقول إيه. بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ. ضع علامة صح أو خطأ. أول واحدة أول سؤال بيقول لي إيه؟ لم يطع سيدنا إبراهيم ربه في بناء الكعبة. ثواني كده وركز معي وأنا بقرأ السؤال بتاع ضع علامة صح أو غلط. لازم أخد بالي من اللفظ اللي موجود عندي عشان لو أنا قريت بسرعة ممكن تكون في كلمة صغيرة هي اللي متغيرة وتخلي لي إجابة السؤال بتاعتي إيه؟ غلط. السؤال بتاعي تاني بيقول لي لم يطع يطع سيدنا إبراهيم ربه في بناء الكعبة. ها ميس حضرتك وحضرتك تشرح الدرس قلت لنا أن أطاع سيدنا إبراهيم ربه في بناء الكعبة. هاي. وهنا بيقول لي لم يطع يبقى الجملة دي خاطئة ميس. برافو عليكي شطورة. يبقى الجملة خاطئة يعني لو أنا شلت كلمة لم هتبقى الجملة إيه؟ هتبقى الجملة صحيحة. هتبقى الجملة صحيحة. السؤال رقم 2 بيقول لي ساعد سيدنا إسماعيل أباه في بناء الكعبة. ساعد سيدنا إسماعيل أباه في بناء الكعبة. صح يا ميس. برافو عليكي. طب إيه اللي كان بيحصل بقى؟ قولي لي كده نرجع مع بعض. كان سيدنا إسماعيل بيحمل الحجارة ويقوم أباه سيدنا إبراهيم بالبناء. بالبناء شطورة برافو عليكي شطورة. طيب السؤال رقم 3 بيقول لي والدة سيدنا إسماعيل هي هاجر رضي الله عنها. والدة سيدنا إسماعيل هي هاجر رضي الله عنها. طب صح. والسيدة هاجر كانت إيه؟ مصرية. برافو عليكي شطورة. السيدة هاجر كانت إيه؟ مصرية. طيب تعالوا نشوف. الشريحة بقى الأخيرة وآخر حاجة معانا هو سؤال المتفوقين وعايزين السؤال ده نفكر فيه كويس. ها ونبعت الإجابة بسرعة علشان خاطر نشوف مين اللي هيفوز بالإيه بالمسابقة. بيقول لي أذكر لقب سيدنا إبراهيم. راجع بقى الفيديو كويس وأذكر لقب سيدنا إبراهيم. أذكر لقب سيدنا إيه إبراهيم. راجع الفيديو كويس عشان تعرف تجاوب على الإيه على السؤال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.